فاستشرا واستخرا وأخلصا والنفس من كل الحقوق خلصا ووسعا الزاد واترك نفقه لكل من تعوله قال الثقة. يؤمر به من أراد الحق أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع المعاصي توبة نصوحة، فإن المعصية تكون سببا لعدم قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. ومما يؤمر به من أراد الحج أن يتخلص من جميع التبعات، عليه أن يقضي ديونه ويكفر أيمانه ويوفي بنذره ويحسن إلى والديه ويصل أرحامه ويؤدي حقوق جيرانه، وأن يخالق الناس بخلق حسن، بل يؤمر بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، تقربا إلى الله عز وجل وتزودا للتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أفضل الصلة صلة الرحم الكاشح، أي المضمر للعداوة، لأن صلتك له مع عداوته لك دليل على حسن السيرة وطوية السريرة. ومما يؤمر به من أراد الحج أن يوسع من الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاملته، وجدير بمن قصد مرضاة الله سبحانه وتعالى أن يسارع إلى ذلك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومما يؤمر به من أراد الحج أن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ما يؤمر به من أراد الحج أن يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله ويبصره في دينه ويعرفه بما يأتيه وما يذره. الرفيق الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يعرفك بعيوب نفسك ويشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاحك وتقويمك، إذا غفلت ذكرك وإذا مللت أهملت بشرك وأنذرك، يحمي عرضك في غيبتك وفي حضرتك. وفوائد الرفيق الصالح فوائد كثيرة، وحسب المرء أن يعرف بقرينه وأن يكون على دين خليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.